هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم عائلة أبل، يتقدمهم السيد محمد أبل الذين رفعوا إلى سموه خالص الشكر والتقدير والامتنان بمناسبة تشريف سموه لحفل زفاف نجلهم في رأس، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة من سموه تعكس مدى حرصه على القرب من المواطنين ومشاركتهم في مختلف المناسبات. وخلال اللقاء أكد سموه على ما يجمع أبناء البحرين من قيم التواصل والمحبة وروح الأسرة الواحدة التي تجعل من المجتمع البحريني عبر تاريخه الحضاري العريق نموذجا في الترابط والتقارب بين مختلف مكوناته. وقال سموه إن مشاركة أبناء البحرين في مختلف المناسبات والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف هو واجب نستمده مما توارثناه من قيم أصيلة غرسها الآباء والأجداد في نفوسنا وتوارثتها الأجيال، وسيظل شعب البحرين بمشيئة الله شعب مترابط متآخي على الدوام. من جانبه قال السيد محمد أبل إن تشريف سموه للحفل كان له بالغ الأثر في نفوس العائلة، مشيدا بما يبديه سموه من حرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم أفراحهم، داعيا الله عز وجل يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.